نحن إذ ننهي فعاليات هذا المؤتمر لنبدأ في تنفيذ كل هذه المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها. كما سبق وذكرنا أن جميع المشروعات المشار إليها تخضع لقانون الاستثمار، وسيتم مراجعتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل مشروع وفقاً لقانون الاستثمار، وسوف نتسلم كل دراسات الجدوى من كل الشركات التي تم التوقيع معها مذكرات التفاهم في مدة لا تتعدى 3 أشهر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا تتجاوز 6 أشهر للمشروعات العملاقة، وذلك حتى يتم البدء فعليا في تنفيذ هذه المشروعات.